بعد بدء جيش الفتح معاركه الأخيرة في إدلب، انطلقت المنظمات المدنية والخيرية والمختصة بالطوارئ لترفض العمل العسكري بآخر مدني في محاولة لامتصاص الكوارث الإنسانية المتوقعة جراء حركة النزوح الكبيرة وما تلاها من استهداف عشوائي من قبل النظام للمناطق الآهلة بالسكان. يتم العمل الآن ضمن غرفة الطوارئ التي أنشئت قبل بدء معركة مدينة إدلب تفاديا للكارثة الإنسانية المتوقعة. كان هذا لهذه الغرفة السبب والدور الأكبر في امتصاص الأزمة عن إخواننا النازحين. تجلت الخدمات في إجلاء النازحين إلى أماكن آمنة وتأمين معظم احتياجاتهم الأولية. قدمنا الكثير من الخدمات ومنها الخيام والمخيمات التي كانت تستوعب أعداد كبيرة من النازحين، وما زال العمل جاريا حتى الآن من أجل الوصول إلى النازحين في أي مكان وجدوا فيه. طبعا الآن نعمل داخل مدينة إدلب بتقديم عدد كبير من السلال الغذائية وسلات الطوارئ للداخل المدينة وخارج المدينة للنازحين خارج مدينة إدلب. تحولت الجهود الفردية إلى شكل جماعي وعمل واحد ومنظم يحاول المضي قدما وراء كل كارثة بالتخطيط المسبق لامتصاصها والعمل فيما بعد على تحويلها والانتهاء منها في كل المجالات الإغاثية والطبية والدفاع المدني. قامت فرق الدفاع المدني في مدينة إدلب بتشكيل غرفة عمليات، وجهت غرفة عمليات، هاي غرفة العمليات وجهت 15 فريق ليشتغل ضمن مدينة إدلب، باقي الفرق كانت مؤازرة برا مدينة إدلب. الفرق اللي كانت في مدينة إدلب عملت على الإخلاء، إسعاف الأطفاء وإنقاذ المصابين وأيضا على جمع معلومات المفقودين. كان علينا ضغط كبير الصراحة. بعدين تم انشاء نقطه ثابته في مدينه ادلب والحمد لله رب العالمين، وهلا حاليا عم نقوم انه بانشاء نقطه ثابته ان شاء الله في مدينه جسر الشغور، وممكن ننقل هاي التجربه لمدينه ريحه ان شاء الله بس تتحرى بشكل كامل. تحولت هنا الافكار والجهود الفرديه الى جهود جماعيه حاولت امتصاص الكارثه المتوقعه بعد تحرير محافظه ادلب، ليتم نقل هذه التجارب الناجحه الى مدن اخرى قيد التحرير. لورينت نيوز، مسلم سيد عيسى، مدينة إدلب.